بقى من جهة أخرى قررنا الآتي: واحد، فتح باب تقنين أوضاع جميع المستأجرين من الباطن. يبقى أدي أي حد مستأجر من الباطن عايز تقنن وضعك وتقعد وأنت آمن ومطمئن تفضل. فتح باب تقنين أوضاع جميع المستأجرين من الباطن لأي من أعيان الوقت، سواء كانت وحدات سكنية أم إدارية أم أراضي زراعية وخلافه، وهو ما يعرف في لوائح الهيئة بحق الجدك. والجدك هنديها لكم رواية مكتوبة: الجدك جيم د الكاف. وذلك المدة اللي هنتلقى فيها الطلبات هتبدأ من الأحد 17/12 حتى الخميس 18/1 عفوا، من الأحد 17/12/2017 حتى الخميس 18/1/2018. هنصلح دي بس أحمد قبل ما توزع. ثواني يا عبد الله عشان نديله، قول له استنى يعدي المره واحده. حتى الخميس 18/1/2018 على النموذج الذي سيتم تسليمه لمناطق الهيئه قبل يوم الخميس 14/12/2017. هيبقى فيه نموذج الهيئه هتعده مع ضوابط التقنين وهتسلمه للمناطق في جميع مناطق الهيئه على مستوى الجمهوريه. يبقى اللي وضع يد بيروح يقدم طلب. هنشوف برضه يا دكتور احمد هل هنعمل يعني زي مقابل عشان الجدية ايا كان، دي هندرسها مع الهيئة. قد تضع مقابل للطلب 100 جنيه حسب الحالة، يعني حاجة رمزية بس على اساس مش اي واحد كده يعدي يعمل ايه طلب ويربك الناس. هيحط مبلغ وليكن 100 جنيه للطلب اللي هو يقدم الطلب، بحيث ان هو يبقى طلب جدية للنموذج على اساس مش اي حد مالوش صلة يقول لك قدم طلب، يمكن يبقى فيه حاجة كده جدية تعامل. لكن المبلغ كام الهيئه هتدرسه وهتبعته مع ضوابط، لكن لازم يبقى فيه مبلغ ولو رمزي بسيط ياكد جديه ان الراجل المتعامل ده جاد وله تعامل حقيقي وجاي مع الهيئه. وهنضيف يا دكتور احمد في ان هذا المبلغ، نضيف كده في الايصال، هذا المبلغ لا يثبت اي حق في التعامل. يعني ممكن واحد يقول لك مش مشكله 100 جنيه واقول ده انا قدمته كنت واضع يدي. يعني لو هنديله ايصال بالمبلغ ب 100 جنيه على طلب النموذج، هنكتب ان هذا المبلغ ممكن يبقى المبلغ مقابل النموذج نفسه والنموذج يتختم. يعني مش هتديله ايصال، هتديله نموذج وتكتب فيه ان تسليم النموذج، لكن هنقول ان تسليم النموذج لا يثبت اي حق للمتعامل على الاطلاق، فهو مجرد يعني أداة جدية بس. هنا بقى طيب لو ما تقدمش خلال المدة دي، في حال التقاعس أي من المستأجرين من الباطن عن التقدم بنفسه خلال المدة المحددة، فإن الهيئة تؤكد أي عقد أجري من الباطل، أي عقد حصل عليه المستأجر من الباطن باطل ومنعدم الأثر ولا قيمة له، حيث ان الهيئه لم تفوض احدا بالتأجير من الباطن، وستقوم الهيئه باتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لازاله التعدي، حيث انها تعد التأجير من الباطن تعدا على حقوقها تجب ازالته، وذلك اضافه الى اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه التي تضمن جميع حقوقها الماليه والقانونيه. احنا عندنا اجراءات بنعلن عنها الان، انما اللي مش هيتقدم الحقيقه هنستطيع ناخد حقنا. احنا في بعض الاحكام صدرت بان نتسلم الارض بما عليها. يعني في ناس مثلا خد ارض مأجرها بنى عليها، صدر الحكم بان الهيئه تتسلم